علاش تنحسوا بالخجل؟ طبعا لانه الانسان تعيش داخل المجتمع، والتربيه والتنشئه الاجتماعيه تتخلينا نتلقاو مجموعه من الرسائل والاحكام حول نفوسنا وحول الناس. ولكن ما تخافش، لان هذا الاحساس هذا كاين عند ثلث ديال الناس، وخصوصا الخجل من التحدث امام الناس، لانه هذا الامر هذا تقدر الناس يحكموا عليك ويقولوا بانك ما تعرفش تهضر او انك ما تعرفش تواصل. من الاشياء اللي تخلينا نحسوا بالخجل هي القلق الاجتماعي، اي القلق من شنو غيقولوا علينا الناس على مستوى التصرفات ديالنا، على مستوى اللباس ديالنا، على مستوى الافعال ديالنا. اذن القلق والخجل يجتمعان، وهذا اللي خلى الفيلسوف سارتر يقول بان الخجل هو اكثر سلوك يحسنا به الغير، لانه عندما ينظر الينا فانه يحولنا الى موضوع. لكن الخجل الا كان فايت الحد ديالو وكيخلي الانسان انه ما يعيش الحياه ديالو العاديه، انه يهضر مع الناس جداد، انه يقدر يتكلم مع ناس ما تعرفهمش، هذا تعتبر من الامراض ديال الرهاب الاجتماعي، اي الانسان اللي ما تقدرش يواجه او انه يتواصل مع الناس، ودائما تقلب على وسيله تواصليه غير مباشره. ومن الاعراض اللي تتوقع لنا اثناء الخجل هي التعرق وضيق التنفس والارتجاف. فضركم علاش؟ لانه الانسان ملي كيخجل تيحس الدماغ ديالو كانه في حاله ديال القلق، اي انه في حاله البقاء، اي حاله التاهب. وهذا الامر هذا تيوقع لنا على مستوى الجهاز العصبي، انه دماغنا تيخبرنا بحال شي واحد راه غادي يهجم علينا ولا غادي يواجهنا. اذا كيفاش يمكننا نتجاوزوا هذا الخجل؟ طبعا كاين بزاف ديال العوامل المختلفه ديال الخجل، تبدا من التنشئه الاجتماعيه والطريقه اللي تنظروا بها نفوسنا، يعني مساله ماشي بسيطه، فيها بزاف ديال العوامل. ولكن من العوامل الاساسيه هي اننا مره خصك عندنا ما يسمى اقتحام العقبه، اي اننا ندخلوا في واحد التجربه، اننا نتواصل مع شي واحد ولا ندخلوا شي عالم ديال شي ناس ما نعرفهمش. يعني هنا غادي نتعلم كيفاش نكون تلقائي، لان العدو ديال الخجل هو التلقائيه، لان الخجل دائما تيحسب التصرفات ديالو وتحسب رد الفعل ديالو تجاه الاخرين، انهم يقولوا عليا كذا، انهم يقولوا عليا كذا. لكن اذا تعلمنا هذه التلقائيه وهذا النوع من القدره على التكلم بدون تكلف، هذا الامر غيساعدنا نتخلصوا في الخجل، خصوصا في العلاقات الاجتماعيه التي تحتاجها يوميا اثناء العمل، في التواصل مع العائله، مع الاصدقاء. اذا تحتاج الى كثير من المحادثات وكثير من التواصل حتى تتغلب عن حاله الخجل. نقطة أخرى أننا نديرو شي حاجة ما تعودناش عليها، مثلا بالنسبة للأطفال هذا هو الدور ديال المسرح، أنه المسرح ولا الإلقاء بشكل عام حتى في المدرسة، أن التلاميذ يديروا عروض، الدور ديال أنهم يتعودوا على أنهم يقولوا داك الشيء اللي عندهم بغض النظر على شنو غيقول الآخرين عليهم. يقدر داك الشيء يكون صحيح خاطئ ماشي مشكل، ولكن يتعودوا على شي حاجة غير مألوفة، وهذه من الأشياء المهمة في الحياة وخصوصا بالنسبة للأطفال، لأن الأطفال يتعودوا على هاد القضية هذه وأنهم يهضروا ويعبروا على راسهم حتى في وسط العائلة. أن الطفل تعطلو فرصة ملي تكون العائلة كبيرة وكل شيء مجموع، تعطلو فرصة أنه يعبر، أنه يتحدث، وما يقمعو حتى شي واحد باش يحس بأن عنده واحد القيمة وعنده واحد الأهمية في داك الشيء كيقول. وكاين مسألة أخرى وهي تعزيز الثقة في النفس، لأن الإنسان اللي تيثق في القدرات ديالو وتيثق في نفسه راه نادرا فين غيحس بالخجل. لكن شنو هو تيخلينا نحسو بالخجل؟ هو أن هذاك ضعف التقدير الذاتي وأسباب ديالو مختلفة، ترتبط بالتنشئة كما قلنا، ترتبط بالنظرة ديال الناس ليك، ترتبط بأنت نظرتك لنفسك طبعا شنو تتعرف عليها، ونتيجة الدور ديال المعرفة والتعلم أنه تيساعدنا أنه يعطينا واحد السلطة أننا نثقوا في راسنا ونعرفوا بأنه ما كاينش شي واحد في هذا العالم اللي يقدر أنه يأذينا إلا أعطينا له فرصة، أنه حنا نقصنا من قيمه الدواد ديالنا ونقصنا من القيمه ديال الاشياء اللي تنديروا. اما كل واحد فينا راه عنده قيمه وعنده مكانه اللي تستحقها، كما كان تيقول ايمانويل كان، كل انسان مهم فهو يستحق التقدير والاحترام منا. ونركزوا على الهوايات ديالنا وعلى الاشياء اللي تنعرفوها، واننا نطوروها ونحسنوها، واننا نجودوا الحياه ديالنا حتى نجعل الاخرين يتقبلوننا كما نحن بدون ان يكون عندنا واحد التكلف او شيء من هذا القبيل. اذا بشكل عام خصنا نردوا البال من الخجل، لانه في كثير من الاحيان تحرمنا اننا نديروا شي حاجه، او تحرمنا كثير من الاحيان اننا نغامروا واحد الفرصه ولا واحد التحدي اللي كان ممكن يحسن الحياه ديالنا ويجودها لما هو افضل، ولكن بسبب الخجل رجعنا للور وما قدرناش نواجهوا ديك الظروف او ديك الصعوبات. لهذا خصنا نتعلموا على ان الحياه هي عباره عن مغامره خصنا نخوضوها بنوع من الثقه والتقدير باش نقدروا نستمروا فيها ونكونوا فيها اقوياء وناجحين. تبارك الله عليك.